وللحديث أكثر عن الملكية الفكرية في مملكة البحرين معنا عبر الهاتف السيدة أسماء عبد العزيز النجدي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية. أهلا بك في نشرة الثالثة، وإذ تحدثينا أكثر عن أهمية الملكية الفكرية. السلام عليكم، أهلا فيكم، أهلا أستاذة مريم، أشكر لكم اهتمامكم. وبداية نتقدم نحن أعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية بالشكر والتقدير لسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الموقر على استضافته الكريمة لنا الأسبوع اللي فات، وعلى تفضل سعادته برعاية حفل تدشين الجمعية البحرينية للملكية الفكرية واللي تأسست مؤخرا بموجب القرار رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. والشكر طبعا موصول لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في إدارة دعم المنظمات الأهلية على تسهيل الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الترخيص وإشهار الجمعية، وحيث أن تعد جمعيتنا الجمعية البحرينية الملكية الفكرية أول جمعية من نوعها في مملكة البحرين تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكتنا. نعم. واليوم بإذن الله تعالى بيكون يوم الاحتفال بتدشين الجمعية بالتزامن مع مثل ما تفضلتوا اليوم العالمي للملكية الفكرية، واللي صادف هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل، حيث يقام هذا العام تحت شعار الملكية الفكرية والشباب الابتكار من أجل مستقبل أفضل. وإحنا نسعى أن نكون جهة مهتمة بالملكية الفكرية، ولكل شخص مهتم والكل فنان والكل شخص يعمل على أي عمل يحتاج توثيق من خلال الملكية الفكرية. نعم. وشاكرة لكم لاهتمامكم وسعيدة لانضمامي معكم. السيدة أسماء، طبعا كما ذكرتي اليوم سوف يتم تدشين جمعية الملكية الفكرية، فحدثينا قليلا عن دور هذه الجمعية. فعلا اليوم يوم التدشين، وهي تأسست من فترة وجيزة شهر 3، وهي دورها طبعا مثل ما قلت تعزيز ثقافة الملكية الفكرية ونشرها في المجتمع، وهي جمعية أهلية وتضم أصحاب المواهب وأصحاب المبدعين وأي شخص عنده عمل يحتاج توثيق، فمكانه أكيد الجمعية البحرينية الملكية الفكرية. نعم. السيدة أسماء عبد العزيز النجدي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، شكرا جزيلا لك.